أنتقل بكل هذه التفاصيل لمناقشتها مع ضيفنا من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل. أهلا بك دكتور مهند. بداية بعد الاستماع والمتابعة لكل ردود الفعل والتصريحات والخلافات ولما يبدو بأنه سيتحول إلى شكل من أشكال التصدعات الداخلية الإسرائيلية حول هذه الصفقة، هل باعتقادك فعلا نتنياهو هو يريد إفشال هذه الصفقة أم أنه هو خاضع لضغوطات بن غفير وسموتريتش؟ الاثنتين معا. اولا يعني لو سالنا نتنياهو على المستوى الشخصي الداخلي هل هو يؤيد هذه الصفقه؟ بالتاكيد لا، نتنياهو لا يؤيد هذه الصفقه. لو كان الامر متعلق به شخصيا وبقرار مستقل له لرفض هذه الصفقه، بالاضافه ان نتنياهو يعلم ان اغلب وزراء اليمين في الحكومه حتى من داخل الليكود انفسه يعني الحزب الحاكم الذي ينتمي له نتنياهو يعارضون حاليا الإطار المطروح أو المعلن للصفقة. هذا يعني أن هنالك الكثير من دعنا أقول الصعوبات في داخل الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو طرح هذه الصفقة لأن هنالك في ضغط داخلي، هنالك في ضغط دولي كبير جدا على إسرائيل، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من دول إقليمية وحتى دول أوروبية تضغط على إسرائيل من أجل الذهاب نحو هذه الصفقة، بالإضافة إلى إخفاق إسرائيل حتى هذه اللحظة في تحقيق أهدافها العسكرية من خلال الحرب، وتحديدا استعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين من خلال عملية عسكرية، وأن الوقت قد طال على وجودهم في قطاع غزة، وأن هذه آخر فرصة لإسرائيل من أجل استعادتهم. يعني هذه النقطة المركزية، النقطة المركزية أن الضغط الداخلي يصف أن هذه آخر فرصة لإسرائيل من أجل استعادتهم أحياء من قطاع غزة، ولذلك هنالك الكثير من الصعوبات. نتنياهو يعلم، يعني نتنياهو موجود في معضلة كبيرة جدا، معضلة سياسية كبيرة جدا، ممكن هي المعضلة الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب بالنسبة له. المعضلة متمثلة أنه إذا وافق على هذه الصفقة قد يهدد تماسك حكومته، وهذا معناه إسقاط الحكومة. وحتى لو دخل يائير لبيد وزير يعني رئيس المعارضه الذي وعده انه سوف يعطي غطاء سياسيا وبرلمانيا للحكومه اذا وافقت على هذه الصفقه، ولكن لبيد لن يستمر في هذه الحكومه الى الابد، لبيد سوف ينسحب بعد اتمام هذه الهدنه، وهذا ايضا معناه سقوط حكومه نتنياهو. ولذلك نتنياهو موجود في معضله، واعتقاد ان اسرائيل تنتظر رد حماس من اجل يعني ان تقرر هي، بمعنى انها تريد ان تضع وكانه الكره في ملعب حركه حماس من اجل ان تتخذ قرار بناء عليه اسرائيل ممكن يكون لديها رد فعل، وذلك هذه التسريبات من داخل اجتماعات مجلس الكابينيت هي ليست تسريبات يعني بالصدفه، هي تسريبات وكانها تحاول ان تعطي المزاج العام في داخل الحكومه لكي تؤثر على قرار حركه حماس. يعني ممكن ان هنالك في سيناريو، ممكن دعنا اقول ممكن انك في سيناريو ان اسرائيل معنيه بهذه التسريبات من النقاشات الداخليه من اجل ان ترفض حماس هذه الصفقه، واسرائيل تعلن بما ان حماس هي التي رفضت فانها ترفض هذه الصفقه. يعني هذا السيناريو مطروح، وهي الاتهامات التي توجه الى نتنياهو ايضا من خلال التصريحات التي يطلقها خلال هذه الايام، وهو متهم بانه المقصود فيها هو جعل حماس ترفض يعني هذه الصفقه. ولكن اود ان اسالك دكتور مهند هنا عن العوامل التي تؤثر على برجاحة اي كفه، سواء كفه الموافقه على هذه الصفقه من عدمها داخليا. انا اعتقد انه كفه تميل الى ترجيح الصفقه، يعني دعني اقول رغم يعني هذه المعارضه، رغم هذه النقاشات ونقاشات يعني صعبه في داخل الحكومه، ولكن الكفه تميل الى الموافقه. هنالك في عاملين مركزيين ضاغطين على اسرائيل، افتقادي هما العاملان الحاسمان في هذا الصدد. العامل الاول هو العامل الاجتماعي الداخلي، هذا عامل كبير، ونتنياهو يدرك انه اذا تم رفض هذه الصفقه فإن الاحتجاج ضده سوف يأخذ منحى مختلف هذه المرة، لأن هذه آخر فرصة لاستعادة الأسرى والرهائن. العامل الثاني وهو العامل الأكثر قوة على نتنياهو هو العامل الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من هذه الهدنة أن تتحول، أن تعطيها مساحة من الوقت من أجل بناء وصياغة تصور سياسي لقطاع غزة. هي لا تستطيع أن تبني هذا التصور وأن تنفذه على أرض الواقع بدون هذه الهدنة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر أنه بما أن إسرائيل أخفقت في تحقيق الأهداف
العسكريه من الحرب، بالذات بالقضاء على حركه حماس او تحييد حماس كعامل سياسي في قطاع غزه، وهو هدف الولايات المتحده تؤيده، ولكن الولايات المتحده تعتقد ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال حراك سياسي اقليمي ودولي، وهذا الحراك لن يكون ولن يتاتى الا من خلال هدنه، ولذلك هناك في ضغط امريكي كبير على اسرائيل من اجل الموافقه على الهدنه، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه اذا اخفقت في هذا الشان هذا الامر سوف يمس سمعتها الدوليه، سمعتها الاقليميه، وعلاقتها مع اسرائيل وقدرتها على فرض موقف في هذا الصدد، وهو موقف يعني لا يخضع فقط للمصالح الاسرائيليه، هو موقف يخضع للمصالح الامريكيه الاستراتيجيه في المنطقه، ولذلك هذا العامل هو عامل كبير جدا على اسرائيل، ولذلك انا اميل ان الكفه سوف ترجح بالنهايه الى قبول هذه الصفقه، او دعني اقول اكثر دقه، قبول الاطار العام لهذه الصفقه مع بعض التحفظات الاسرائيليه المتعلقه بالاساس بشان واحد، وهو عدد الاسرى الفلسطينيين الذين سوف يتم اطلاق سراحهم، وطبيعه او اسماء وهويات هؤلاء الاسرى، بمعنى ذوي المحكوميات العاليه وبالذات قيادات فلسطينيه مهمه مثل مروان البرغوثي من حركه فتح، احمد سعدات من الجبهه الشعبيه، وعبد الله البرغوثي من حركه حماس. طيب.